السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة نهاية بعد نهاية يوم السبت الممتاز في كل الدوريات الخمس الكبرى، اللي شهدت برضو حاجات كانت لأول مرة تحصل أو مفاجآت بصفة عامة. وهنحلل الدوريات الخمس الكبرى. طبعا هنبدأ بالدوري الإنجليزي. استمرار أرسنال في الصدارة بعد الفوز النهاردة على توتنهام في مباراة شهدت الفوز على المنافس من المنافسين الرئيسيين. ماتش كان كويس جدا في كل حاجة في الكورة، زي ما قلنا. شهد إحراز تشاكا وبارتي لهدفين، وجيسوس لهدف، وكين هاري كين اللي قدر ان هو يحرز الهدف ال14 على ارسنال، وبكده يحصل يبقى او اكتر لاعب احرز اهداف على ارسنال 14، كان متساوي مع دروبا 13 هدف. دلوقتي بقى اصبح هو الاكتر اللي احرز على ارسنال 14 هدف. طبعا كنت كان ليه تصريح قلنا قبل الماتش ان هو قال عقليه ارسنال اتغيرت بالتعاقد مع جيسوس وزينتشينكو. مع وجود بارتي حصل تغيير كبير جدا في الديناميكيه والحركيه بتاعت ارسنال، بدليل ان هو حاليا متصدر الدوري الانجليزي 21 نقطه، يليه توتنهام ومانشستر سيتي بمباراه اقل لمانشستر سيتي، يعني هيلعب بكره في ديربي مانشستر. بكده يستمر ارسنال في الصداره. طبعا رومنتادا النهارده لم تكتمل ليفربول، خلص 3-3 في ليله تالق تروزارد، وفيرمينيو اللي احرز هدفين وجون ذاتي. والماتش ده شاهد ان محمد صلاح عمل اسيست. الماتشات التانية للمنتدى برضو كان في ماتش كويس جدا اللي هو كريستال بالاس وتشيلسي. شاهد المنتدى لتشيلسي في البلاس 90. جيرهام بوتر أول مباراة اللي كان ماسك برايتون قبل كده، قبل ما يجي المدرب الإيطالي اللي عمل النهاردة ماتش رائع على مع برايتون على ليفربول. وويستهام كسب 2-0 وولفز. برضو ايفرتون أول فوز الجولة ديت، أول فوز لايفرتون السنة دي في الدوري الإنجليزي. بكده يستمر ارسنال زي ما قلنا وفي الصداره، وهاري كين اصبح اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي احرز هدف بره ارضه ب100 هدف. دي كل ملخص المباريات اللي حصلت السبعه اللي حصلت النهارده، وده الحاجات اللي حصلت فيها. بنيجي للدوري الالماني اللي هو شهد اول خساره لونيون برلين على انترلخت فرانكفورت، اللي كسبه 2-0 ودي اول خساره، ويستمر هو في تصدر الدوري يليه فرايبورج. وده في مفاجاه كبيره جدا ان اثنين مش مصنفين، ما كانوش مصنفين قبل كده، يحتلوا صدارة الدوري الإنجليزي. يليهم في المرتبة الثانية بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بنفس الرصيد 15 نقطة، ويتساوى فرايبورغ مع يونيون برلين في المركز الأول. الجولة دي برضو شهدت عودة عمر مرموش للتهديف، اللي أحرز هدف النهاردة في ماتشه اللي كان بيلعب فيه ضد شتوتغارت، اللي كان بيلعب فيه السنة اللي فاتت معار من فولفسبورغ. وشهدت الجولة ديت أول أو عودة مرموش للتهديف. ده الدوري الالماني. الدوري الايطالي يستمر نابولي في الصداره النهارده بعد ما فاز على امبولي، وشهدت مباراه كانت رائعه جدا بين روما وانتر ميلان. ديبالا وسمولينج اللي احرزوا الاهداف في ماتش كان طبعا مورينهو كان موقوف فاتفرج على المباراه ديت من بره من اتوبيس الفريق. يستمر نابولي في الصدارة، يليه برضو في مفاجأة أتلانتا في المركز الثاني. دلوقتي حاليا والأتلانتا متساوي مع الميلان في المركز الثاني، بس فرق مباراة أقل لأتلانتا. كده الدوري الثلاث ماتشات بتوع النهاردة في الدوري الإيطالي خلصوا، ويستمر نابولي في الصدارة لحين إشعار آخر الأسبوع الجاي عندما نشوف النتائج هتوصل لإيه. الدوري الفرنسي طبعا باريس سان جيرمان حدث ولا حرج، مستمر لسه في القطر اللي هو سايقه اللي هو نحو الصداره او نحو الدوري. طبعا نيجي للدوري الاسباني. النهارده شهدت فوز برشلونه بره ارضه على ريال مايوركا، والجون ده احرز ليفاندوفسكي هدف الفوز، وهو الجون التاسع، والاول مره في الالفاق الجديده لاعب من 7 ماتشات يحرز 9 اهداف. دي برضو كارقام عشاء الارقام القياسيه. ده حصل في الدوري النهارده الاسباني، وبرشلونه فاز على ريال مايوركا 1-0 خارج قاعده.
وبرضو اتلتيكو مدريد حقق النصر على اشبيليا، وده كانت مفاجأة برضو ان هو يفوز عليه 2-0 في ارضه في ارض اشبيليا. الوقت حاليا برشلونة متصدر لحين اللي عند ما يلعب ريال مدريد بكرة ان شاء الله، فيستمر الوقت حاليا برشلونة لمدة 24 ساعة عند ما نشوف مباراة ريال مدريد القادمة. طبعا ده كل ملخص الدوريات الخمس الكبرى اللي اتلعبت النهارده والماتشات اللي اتلعبت النهارده. بالنسبه للاعبين المصريين، تريزيجيه النهارده ربنا كان بيلعب مع ترابزون وربنا كرمهم وفازوا على قيصر سبورت 2-1، تسبب في ضربه جزاء وخد انذار في اخر مباراه. بالنسبه ل عمر مرموش سجل، محمد صلاح صنع، تريزيجيه صنع، وبكده يخلص ملخصنا النهارده للسبت الممتاز. وان شاء الله باذن الله هنبقى معاكم بكره برضو في الحد الممتاز، ويا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم معلومه. وشكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.